وسط هذه الأجواء الحماسية استضاف شباب باتنا اتحاد بالعباس الذي كان السباق إلى تهديد مرمى الشباب بهذه الرأسية من شنين والكرة على العارضة. رباني بهذه الكرة الثابتة والحارس مسعي بصعوبة أبعدها عن المرمى. ضغط شباب باتنا يتواصل وهذه المرة بخلوف يخفق أمام براعة مسعي. ثم توزيع الجيلاني تمر أمام المهاجمين ولا أحد في المتابعة. حارس الاتحاد واصل التألق وفوت على الشباب فرصة ثمينة من كرة ثابتة لرويغية. وانتهت بذلك المرحلة الأولى بالتعادل السلبي. العمل الهجومي من جانب شباب باتنا تواصل أيضا خلال المرحلة الثانية لكن دون فعالية على غرار هذه التصويبة من قبل جيلاني. مرت بجانب القائم. لقطة فردية من المدع والحارس مسعي كان رائعا في تدخله وأبان عن قدرات خارقة. رد فعل اتحاد بالعباس جاء بواسطة تعابد لكن دون صعوبة على حارس الشباب. المدع من جانب باتنا يعبث بدفاع الخصم والحارس مسعي دائما بالمرصاد. وعلى إثر هذه اللقطة احتج عناصر الشباب بقوة أمام الحاكم بابو محمد بعد رفضه لهدف البديل صوالح. كما طالبوا برضا في هذا التدخل امام اللاعب رويغية. اخر فرصة في المباراة كانت لاتحاد بالعباس بواسطة البديل العيدوني. والقائم انقذ بزوير من هدف محقق. وانتهت المباراة على هذه الفرحة العارمة لانصار بالعباس بهذا التعادل الثمين. في المقابلة كنا يعني كان الهدف تاعنا برجوع